بخصوص وضعيه الجويه نعم مساء الخير رضا مساء الخير مشاهدينا الجديد وهو الهام الظاهر اسفل الشاشه الامطار الرعديه ان شاء الله راح تكون حاضره بعد ظهيره اليوم بحول الله عبر مختلف المناطق الغربيه للبلاد ان شاء الله يا رب تكون امطار خير ونتوقع يعني وحسب النماذج الرقميه للرصد الجوي العالميه تشير على استمرار تساقط الامطار الرعديه ان شاء الله على المناطق الغربيه لتنتقل يوم غد ان شاء الله الى المناطق الوسطى صبيحه يوم غد الى المناطق الوسطى ونشوف التفاصيل والامطار والخير ان شاء الله القادم خلال الساعات القليله المقبله والبدايه بالنشريه الخاصه التي اصدرتها صبيحه اليوم مصالح الارصاد الجويه حيث اكدت من خلالها على تساقط امطار رعديه معتبره محليا بكميات تتراوح ما بين 20 و40 ملم وهذه الامطار ان شاء الله راح تكون مرفوقه بتساقط لحبات البرد وهذا بدايه من الساعه الثانيه بعد زوال اليوم الثلاثاء ان شاء الله لتستمر الأمطار في التساقط وبغزارة إن شاء الله إلى غاية الساعة الحادية عشرة ليلا من نهار اليوم الثلاثاء إن شاء الله يارب تكون أمطار خير والولايات المعنية كل من ولاية لمسان عين كيموشنت وهران مستغانم شلف تيبازا كذلك ولاية عن دفلة معسكر غليزان سعيدة وسيدي بلعباس راح نشوف التوقعات مع بعض مشاهدينا حسب خيط توسيط تساقط الأمطار بداية من يوم غد الأربعاء لغاية يوم الجمعة نلاحظوا يعني صبيحة يوم غد الأمطار ستكون تكون حاضرة إن شاء الله وهذا في حدود الساعة السادسة من صبيحة يوم غد حاضرة على المناطق الغربية وكذلك الوسطى عبر كل من ولاية سيدي بلعباس غليزان شلف تيارة مشرية كذلك تيبازا حتى على ولاية الجزائر العاصمة البوليدة بعض الزخة المطرية حاضرة كذلك على الصيف نلاحظ يعني الأمطار إن شاء الله مستمرة إلى غاية الساعة السابعة من صبيحة يوم غد الأربعاء إن شاء الله إن شاء الله يا رب تكون أمطار خير بالنسبة لظهيرة ومساء الأربعاء إلى غاية يوم الجمعة نلاحظ مشاهدين يعني تبقى دائما السحب السفلى الكثيفة الركامية النوع اللي تمد امطار تكون على فترات متفرقه نبقاو دائما نسجلوها عبر مختلف المناطق الشماليه وحتى على شمال الصحراء والجنوب الغربي بحول الله فيما يخص الكتل الهوائيه ودرجات الحراره ان شاء الله مشاهدينا للساعات القليله المقبله نلاحظوا الحمد لله درجات الحراره الدنيا تعود الى معدلها الفصل بحول الله على المناطق الشماليه لذلك راح ما بين حوالي 15 درجه الى غايه 20 درجه وهذا عبر مختلف المناطق الشماليه للبلاد فيما يخص المناطق الجنوبيه راح تكون ما بين حوالي 25 الى 30 درجه بالنسبه للمناطق الشماليه مشاهدينا نسب رطوبه عاليه تبقى دائما على اغلب السواحل وقرب الساحليه خلال الساعات القليله المقبلة يرتقب أن تصل أو تتعدى المئة في المئة خاصة على سواحل الوطنية المدن القرب الساحلية راح تكون ما بين حوالي 70 إلى غاية 80 في المئة إن شاء الله فيما يخص ظهيرة الأربعاء إلى غاية ظهيرة يوم الجمعة مشاهدينا نلاحظ يعني حسب مفتاح الخريطة والألوان الحاضرة أمامنا يعني اللون الأحمر إلى البرتقالي نلاحظه فيرة منتشر عبر مختلف المناطق الشمالية خلال ظهيرة الأربعاء إلى غاية ظهيرة اليوم الجمعة يعني يدل على أن درجات الحراره ان شاء الله راح تتراجع نسبيا خاصه على المناطق الغربيه والوسطى كما نلاحظوا في الصوره، راح تكون بحول الله ما بين حوالي 20 لغايه 25 درجه بالمناطق الغربيه والوسطى، فيما يخص المناطق الشرقيه ان شاء الله يعني بدايه من يوم الخميس تعود الى معادلها الفصلي، اما عن يوم الاربعاء يوم غد الاربعاء راح تكون نوعا ما الاجواء حاره نسبيا على المناطق الشرقيه، نبقى دائما نسجلوا ما بين 30 الى غايه 35 درجه، اما عن يومي الخميس والجمعة إن شاء الله بالمناطق الشرقية مشاهدينا تعود يعني إلى معدلها الفصلي لتتراوح ما بين حوالي 25 إلى 28 درجة جنوب البلاد مشاهدينا نلاحظ في الصورة عن الأجواء الحارة ودرجات الحرارة القياسية تبقى دائما مستمرة على مدينة إن صالح كذلك تيندوف حتى لابن عباس حتى كذلك على تيميمون أدرار إنجزام وبرج بيجي مختار ب 45 درجة مئوية تحت الظل. بالنسبة لحالة البحر المرتقبة للساعات القليلة المقبلة كما نلاحظ في الصورة راح يكون بحر نوعا ما هادئ خاصة على السواحل الغربية قليل الاضطراب على السواحل الوسطى والشرقية للبلاد سرعة الرياح تكون ما بين 10 إلى غاية 40 كيلومتر في الساعة الرؤية راح تكون متوسطة واتجاه الموجة شمالية غربية تماما على السواحل الغربية وشمالية شرقية على السواحل الوسطى وكذلك الشرقية للبلاد. مشاهد دينا اجواء مستقره نسبيا مع حضور بعض الامطار الرعديه على فترات راح تبقى دائما تميز المناطق الغربيه والوسطى وهذا لنهار اليوم الثلاثاء وحتى يوم غد الاربعاء لتعود الاجواء الغائمه والسحب السفلى الكثيفه تبقى دائما تخص اغلب المناطق الشماليه للبلاد وهذا مع ظهيره يوم غد الاربعاء الى غايه يوم الجمعه المقبل بالنسبه لدرجات الحراره هي الاخرى كما لاحظنا مع بعض الحمد لله تعود الى معدلها الفصلي بالنسبة لفترة الصباحة وحتى الفترة الظهيرة إن شاء الله مع استمرار تسجيل نسب رطوبة عالية تخلي نوعا ما جو ثقيل يميز المناطق الشمالية للبلاد بهذا مشاهدينا أصل لطي ورقة حول الطقس نعود الآن إلى رضا لاستكمال بقية الأخبار شكرا جزيلا لك حاسبك الروش على هذه الإطلالة وأيضا